الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: باب شروط الصلاة. هناك فرق بين الشرط وبين الركن، كلاهما تتوقف عليه صحة العمل، لكن الشرط ما يكون خارجا عن العمل، والركن ما يكون جزءا من العمل. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، هو خارج الصلاة. مثلا القيام ركن من أركان الصلاة، هو في داخل الصلاة. القيام والوضوء كلاهما لا تصح الصلاة إلا به، لكن أحدهما خارج الصلاة يسمى شرطا، والآخر في داخل الصلاة فيسمى ركنا. فهنا يبحث عن الأشياء التي هي ليست في داخل الصلاة من الأشياء الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها، تتوقف عليها صحة الصلاة، لكنها في خارج الصلاة. هناك أشياء متفق عليها أنها شروط، وهناك أشياء منها اختلف العلماء في شرطيتها. فعند الشافعي رحمه الله تعالى الشروط أربعة، شروطها أربعة لذي الفطن: طهر الثياب والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبله. أربع أشياء نظمها في هذين البيتين: الطهارة المكان والثياب والبدن، وستر لون العورة، واستقبال القبلة، والعلم بالوقت. هذه مجامع الشروط. فبدأ هنا رحمه الله تعالى بما يتعلق بالطهارة من الحدث. قال: عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. فهذا دل على أن حصول ناقض من هذا النوع في داخل الصلاة مبطل لها، إذن تكون الطهارة بمفهوم ذلك واجبة للصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وهو في بدل قيء نعم ما عندي أنا هنا، القلس يتبع القيء. نعم في نسخ لا يوجد فيها هذا الحديث. نعم فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة وضعفه أحمد. الحديث الأول خروج الريح، هذا ناقض للوضوء باتفاق، وخروج المذي أيضا ناقض للوضوء باتفاق. أما القيء والرعاف والقلس هذا الذي جرى فيه اختلاف، وسبق الحديث عنه، وأن مذهب الشافعية والمالكية عدم النقض بهذه الأشياء.
القلس شيء دون القيء يخرج من يعني من نعم ليس قيئا. فهذا عند بعض المذاهب يبطل الوضوء وعند آخرين لا يبطله. موضع الخلاف أيضا ليس في هذه الأشياء فقط، وإنما إذا حصلت للمرء في صلاته فماذا يفعل؟ عند الجمهور تبطل الصلاة، لذلك قال في الحديث الأول: فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، يعني ليعد الصلاة من أولها. وكيف ينصرف؟ ينصرف، لا حاجة ولا ضرورة ولا ينبغي أن يفعل ما يفعله الناس يسلمون عن يمينهم وعن شمالهم. بعض الناس إذا أراد الخروج من الصلاة يكون قائما فيفعل هذا هذا وينصرف، هذا الفعل لا معنى له، لأن السلام أين مكانه؟ السلام مكانه بعد التشهد، فهنا هذا الفعل ليس له أي معنى، يعني ليس هو للخروج من الصلاة، هذا يعني فعل من أفعال الصلاة مكانه عقب التشهد في القعود، فعله في القيام أو فعله بين السجدتين أو فعله في الركوع هذا عبث لا مكان له. مسألة أخرى تؤخذ من هذا الحديث ما يسميه الفقهاء البناء، وهذا خاص بالحنفية. عند الجمهور إذا حصل له هذه الأشياء في صلاته ينصرف ويتوضأ ويعود ليستأنف الصلاة من أولها. أما الحنفية فأخذوا بهذا الحديث: فليذهب وليتوضأ وليأتي إلى الصلاة ويبني على ما سبق، فإن كان صلى ركعتين أكمل ركعتين، إن كان صلى ركعة أكمل الباقي، وهكذا. لذلك عند الحنفية شروط ويعني ضوابط لقضية البناء لا توجد هذه في المذاهب الأخرى، لأن المسألة من أصلها لا توجد عندهم، البناء على الصلاة. ثم ذكر ما يتعلق بستر العورة، وهو أيضا شرط من شروط الصلاة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة. الحائض هنا المراد بها المرأة البالغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني الرجل البالغ، والحائض هي المرأة البالغة. أما الحائض لا تصح الصلاة منها، فليس المراد من به حال كونها حائضا، إنما المراد صفة البلوغ التي فيها. والخمار هو ما يغطي الرأس والرقبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، فهذا الخمار هو غطاء الرأس. فإذا عورة المرأة عورة إلا الوجه والكفين. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى زيادة على ذلك: ظهور القدمين، ظهر قدميها. يتبع هذا الحديث حديث أخره الحافظ بعد حديثين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع الثوب السابغ، مثل ما تسمونه فستان، هذا درع. وخمار ما يغطي الرأس والرقبة.
أتصلي بغير إزار؟ يعني إن كان درعا لا إزار تحته. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. فهذا الحديث اشترط أن يكون الدرع سابغا، يعني أن يكون من أعلى البدن إلى أسفله. وهذا دليل من يقول بوجوب ستر قدمي المرأة ظاهرهما وباطنهما. فلأتي الآن إلى مسألة ابتلي الناس بها في هذا الوقت، وهو عدم استيعاب الفرق بين ما تصح الصلاة به وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه بين الناس. يعني مثلا لو أن إنسانا ستر سرته وستر ركبته وستر ما بينهما وصلى، هل تجزئه صلاته؟ تجزئه صلاته، لكن هل يدخل أحد إلى المسجد بهذه الهيئة؟ وهل يصلي بتلك الهيئة اختيارا؟ حتى في حرم مكة يكون عنده رداء، أما لا يصلي بإزار لا رداء عليه. إذن هناك شيء يسمى الإجزاء، هذا شيء مجزئ يعني يصح العمل به، وبين ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. فالآن المرأة المسلمة استجد لها أنواع من الثياب، فتأتي المرأة تستفتي العلماء هل يصح أو تصح الصلاة بهذا الثوب؟ فيبحث الفقيه في الكتاب فيقول لها: نعم الصلاة مجزئة. فتفهم هي أن ظهورها بهذا المظهر أمر جائز أو أمر لا شيء فيه أو لا كراهة فيه. هذا شيء، الإجزاء شيء، وما ينبغي أن يكون عليه أمر المسلم شيء آخر. فكما أن الرجال يقبح أن يأتي أحدهم بهذا الشكل إلى المسجد، كذلك يقبح من المرأة أن تأتي إلى المسجد ببنطال، بنطلون ضيق يصف العورة بكل تفاصيلها. هذا أمر قبيح، هذا مثل الرجل الذي يدخل إلى المسجد وقد ستر أسفل بدنه ودخله، هذا يثير إزعاج كل الناس. كذلك هذا البنطلون يثير إزعاج المسلم، هذا فيه انتهاك لحرمة المسجد وانتهاك لحرمة القدسية التي فيه. لذلك المرأة وإن كانت، نسأل الله تعالى لنا ولها الهداية، إن كانت تلبس ذلك ينبغي أن لا تدخل المسجد بتلك الهيئة، وينبغي للمسجد أن يحض نساء المسلمين على التستر الكامل الذي هو شعار المرأة المسلمة. بعض الناس أو بعض المجتمعات يظن أن ستر المرأة هو ستر رأسها فقط، لذلك ترى الأوروبيين عندما يدخلون إلى المساجد يضعون على رأسهم شيئا وكأن غطاء الرأس هو المطلوب دينيا، لأنه هكذا في أديانهم، تحرف الأمر في أديانهم فصاروا يفهمون أن غطاء الرأس هو حالة تعبدية. ستر المرأة عند المسلمين ليس أمرا تعبديا فقط، هو أمر مفهوم المعنى،
كيف يعني مفهوم المعنى؟ هناك أحكام شرعية لا يفهم معناها، كون الطواف سبعا هذا أمر تعبدي لا نفهم معناه، كون رمي الجمار في ذلك المكان في الحج أمر تعبدي لا نفهم معناه، أما ستر المرأة فهو أمر مفهوم المعنى، أن هناك غرائز بين الناس ينبغي للمرأة أن تصون أعين الرجال عنها، فالله عز وجل أمر الرجال بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وأمر المؤمنات كذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا تساوت فيه المرأة مع الرجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن، بماذا زادت النساء؟ ولا يبدين زينتهن. ما هي الزينة؟ الزينة تصنع كل شيء يثير انتباه الرجال، كل شيء يثير انتباه الرجل ويثير فيه غرائزه، هذا زينة، فينبغي للمرأة أن لا تفعله. وأي شيء أعظم وأقبح من إظهار العورات بأحجامها؟ المرأة التي تلبس البنطلون الضيق هي تستر جسمها لكنها تظهر مفاتنها، تظهر حجم عورتها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء رجال الاستخبارات في كل العالم الإسلامي، لما وجد هؤلاء وجد الصنف الآخر، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. هذه المرأة لما تلبس البنطلون الضيق تقول لك أنا كاسية لا يظهر مني شيء، وهي في الحقيقة عارية، ما الفرق بينها وبين العري؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت مثل رأس الجمل، الجمل في ظهره سنام، يجعلن رؤوسهن كأسنمة البخت. لما تفعلين ذلك؟ أليس هذا فتنة للناس؟ هل الرجل يفعل هذا بنفسه؟ لا يفعل الرجل هذا بنفسه، لما تفعلين هذا؟ إذن منه مقصد، ولو كانت هي لا تدركه بجهلها وإمعيتها. الإمعية يعني الإنسان الذي يقول أنا مع الناس، ماذا يفعل الناس؟ أنا أفعل مثلهم، هذا اسمه إمعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فكثير من بنات المسلمين لا يتوفر لهن التعليم، لا نقصد بالتعليم تعليم المدارس، نقصد بالتعليم علم دينها، أو يتيسر لها التعليم لكنها تزهد فيه ولا تلقي له بالا ولا تهتم به، فتخرج إلى الطريق بهذه الهيئة، هيئات منكرة، نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله أن يستر نساء المسلمين وبناتهم، لكن شيء يعني زاد عن حده إلى أمر بعيد.
فتأتي المرأة من هؤلاء تلبس مثل ذلك، تدخل إلى المسجد تريد أن تصلي، تقبل الله منها صلاتها، لكن يا أخت الإسلام ما هكذا يدخل إلى المساجد، ولا هكذا يوقف بين يدي رب العالمين بهذه الهيئة المزرية. فبعض الناس ممن ليس عنده فهم للدعوة إلى الله عز وجل، إما يمنع هذه المرأة من الدخول إلى المسجد، ويقابله رجل آخر يقول لها الصلاة بهذه الهيئة صحيحة، يقرأ في كتب الفقهاء فيجد أن تحجيم العورة لا يبطل الصلاة، أمر مكروه لكن لا يبطل الصلاة، فيقول لها هذا جائز، الأمر أنها أدخلي إلى المسجد لكن بهيئة المسلمة، أهلا وسهلا في المسجد لكن بهيئة المسلمة. وذاك الأمر الذي يذكره الفقيه يذكر ما يجزئ، لا يقصد أن يكون ذلك حالة عامة في المجتمع أو في الأمة. فهذا الأمر ينبغي التنبيه عليه، وينبغي أن يكون طلاب العلم وأهل المساجد رسلا إلى من وراءهم. هذا الكلام كم رجلا سمعه؟ سمعه كثيرون. كم امرأة سمعته؟ ما سمعه أحد. والنساء اللاتي يسمعنه لسنا بحاجة إليه. طيب من يوصل الكلام إلى من يحتجن إليه؟ من؟ الذين يسمعون. لو كان المجتمع وكان الناس يتواصون فيما بينهم بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا يصل المجتمع إلى هذه الدرجات. هناك أشياء تدرك بالفطرة، لبعد الناس عن فطرتهم حتى الفطرة صارت لا تدركها. يعني المرأة التي تلبس البنطلون الضيق جدا، افرض أنها ليست مسلمة، الفطرة الإنسانية تمنع هذا، فكيف بالمسلمة؟ وصلنا إلى درجة أن الفطرة قد ماتت، ما في فطرة، لا ما في ناموس، إحساس لا يوجد. فهذا من يثيره؟ هذا المجتمع يثيره، لا خطبة ولا درس ولا كتاب، هذا يحتاج إلى تفاعل الناس. الدرس لا يحضره إلا طلاب العلم، والكتاب لا يقرأه إلا من يعجبه، والخطبة لا يأتيها إلا المتبعون لصاحبها. لكن المجتمع يحتاج إلى من يوصل هذه الرسالة. نحن الآن مقصرون جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. ليس التنفير من دين الله، بعض الناس يفهم الدعوة أنها التنفير، يعني رسالة المنع، رسالة التوبيخ، رسالة القسوة، رسالة الشدة، رسالة يسك. ليس هذا الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله حبب الله إلى عباده، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تؤدي الدعوة إلى من يحتاج إليها. نحن الآن في أحوال كثيرة نؤدي الدعوة إلى من لا يحتاجها. الرجل الملتحي لا يحتاج أن تدعوه إلى الله، والمرأة المتسترة لا تحتاج أن تدعوها إلى الله. اذهب يا أخي، المجتمع واسع. بعض الناس صارت تفهم الدعوة إلى الله أن تخرج فلانا من هذه الجماعة فتدخله في هذه الجماعة، ليست هذه دعوة إلى الله. الطريق في ملآن، أشخاص لا يعرفون الله أبدا، لا يعرفون الإسلام، اذهب ادعو أولئك قبل أن تدعو فلان أن يترك جماعته ليكون من الجماعة الأخرى. هذه المفاهيم ينبغي طلاب العلم أن يصلحوها في أنفسهم حتى ينطلقوا بها إلى المجتمع. محصورة الدعوة إلى الله عندنا بآفاق ضيقة جدا. من أعظم النعم
على هذه البلدة أن الآفاق فيها مفتوحة يا أخي، الآفاق مفتوحة بشدة بكثرة، اغتنم، لا تتوقف، لا أحد يسألك ماذا تفعل، ماذا إلى ماذا تدعو. نحن كنا في بلادنا إذا التقى شخصان أو ثلاثة أشخاص يأتي شخص رابع يقول ماذا تفعلون، ماذا تتكلمون، هذا لا يوجد هنا بحمد الله وفضله. فأين الدعوة إلى الله عز وجل بالإحسان، بالإكرام، بلم الشمل، بلم الأمة؟ هذا تقصير ينبغي أن نفعله وأن نباشر فيه وأن يدعو بعضنا بعضا. كذلك الإخوة السوريون الذين هنا وهم قلائل لا يحضرون المجالس العلم ولا يحضرون الدعوة إلى الله عز وجل، أين هم أيضا؟ أيضا نحن نساؤنا في بلادنا تغير حالهن وأتوا إلى هنا، نسوا مشكلتهم ونسوا بلادهم وترهلوا في هذه الحياة هنا، من يذكرهم بالله عز وجل؟ نحن نذكر الذاكر، نعلم العالم، نعلم الفاهم الذي يأتي إلينا، ليس الداعية الذي يخطب على المنبر، وليس الداعية الذي يجلس يدرس الناس، الداعية من يذهب إلى الناس في أماكنهم. هذا مفقود عندنا. إذا رأيت رجل يخطب الجمعة لا تسميه الداعية، رأيت رجل يفعل محاضرة لا تسميه الداعية، لأن هذا الرجل يجلس في مكانه والناس تأتي إليه. الداعي هو الذي يذهب إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو ذهب إلى الطائف، هو ذهب إلى كذا، هو ذهب إلى كذا. أما لما صار صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم فالناس تأتي إليه. نحن نستطرد، لكن هذه الاستطرادات لها فائدة. هناك فرق بين التعليم وبين الدعوة إلى الله. العالم يؤتى، العلم يؤتى ولا يأتي، أنت تأتي إلى العالم، أنت تجلس بين يدي العالم. أما الداعية إلى الله فهو الذي يذهب إلى الناس. الناس يخلطون بين العلم والدعوة، يظن أن العالم هو الداعية إلى الله والداعية إلى الله هو العالم. بينهما فرق كبير، فرق في المضمون وفرق في الأداء. العلم علم، قال الله، قال رسول الله، تكلم به من يؤمن بهما. نحن الآن كل بضاعتنا قال الله قال رسول الله، هذه البضاعة تروج عند مؤمن، عند مسلم. لكن الشخص الذي لا يؤمن بالله أو في دينه شك أو في إيمانه زعزعة، هذا كل الذي نتكلمه لا يستفيد منه شيئا ولا يلقي له بالا. فهذا يحتاج إلى نمط آخر، يحتاج إلى من يذهب إليه، وإلى من يدخل الإيمان إلى قلبه، وإلى من يحبب الله إليه. هذا مهمة الداعية. شخصية العالم تختلف عن شخصية الداعية. العالم يتقرب إلى الناس، الداعية يتقرب إلى الناس. العالم يخبر الناس بما عنده، تسأله عن حكم فيقول لك هذا حلال هذا حرام، لكن ليس عنده أسلوب الترغيب أو أسلوب التأليف أو تعال إلي أو أقبل علي، هذا لا يفعله العالم. الداعية يذهب إلى الناس، يشاركهم في آمالهم، في آلامهم، في أحوالهم، في مشاكلهم، هذا شخصية الداعية. فالآن اختصر الدين كله، نشاطاته وأفعاله اختصرت في أشخاص معينين فقط، بطريقة معينة فقط، بأحوال معينة فقط. فمجال الدعوة إلى الله تعالى مفتوح، اغتنموه واحمدوا الله تعالى على هذه النعمة، وشكر النعمة استعمالها فيما صرفت له أو فيما خلقت له، شكر النعمة صرف النعمة فيما خلقت له النعمة. هذه الحال من الحرية في الكلام، في الحديث، في الدعوة إلى الله نعمة، وشكرها القيام بذلك. اضطرنا إلى هذا وإلى توسيع الحديث في هذا
حال المسلمات، كثير من المسلمات يحتجن إلى كلمة طيبة فقط، كلمة طيبة لا تريد أكثر من هذا. هن مثل الأرض الظمأة التي تحتاج إلى سقاية بالماء، فإذا سقيت أنبتت. فبعض أهل الدين أهل العلم يستكبرون عن دعوة الناس ولا يبلغونهم الدين. الدين لا يحصر في جماعة يا أخي، أنت تدعو إلى دين الله وتدعو إلى الله، تدعو إلى المعرفة بالله وإلى الاستقامة على أمر الله، لا تخوض في الأشياء الأخرى التي تنفر الناس عن الدين. اجعل الناس تصلي، اجعل الناس توحد الله عز وجل، اجعل الناس تخشى الله، تخاف الله، تتقي الله، هذا هو المطلوب. ليس المطلوب الآن أن تكثر جماعتك وتقلل جماعة فلان، هذا كله ليس هو دين الله. دين الله أن تحمل الخلق من الكفر إلى الإيمان، أن تحمل الخلق من المعصية إلى الطاعة، أن تحمل الخلق من الفسق إلى الهدى، هذا هو المطلوب، لا أكثر من ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يكون عقبة في طريق دخول الناس إلى الله أن يكون منفرا عن دين الله. فنساء المسلمين أمانة في أعناق أهل الدين، سواء يعني كنا ملتزمات خفيفات الدين أم كنا بعيدات عن الدين، رسالة الإسلام لا تصل إليهن، لا يحضرن جمعة ولا جماعة ولا درس علم ولا شيء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، دعاة إلى الله عز وجل على ما يرضي الله. لأنك أنا هذه المسائل أحتد فيها، لأني لما أرى امرأة بهذا الشكل تدخل المسجد يتنازعني أمران. الحمد لله أن مثل هذه تصلي، هذا أمر مبشر، أن المرأة التي بهذه الهيئة تدخل إلى المسجد تصلي، هذا نعمة عظيمة جدا، هذا شيء. الشيء الآخر أن مساجدنا صارت بهذا الشكل، كم ضعفنا، إلى أين وصلنا، إلى أين انحدرنا، هذان شعوران متناقضان صعبان، التوفيق بينهما صعب. أنت تفرح عندما ترى أمثال هؤلاء يصلين، هذه نعمة، لكن أيضا الحزن أشد عندما ترى المساجد صارت بهذا الشكل، بعد قليل ربما يصلي الناس بلا ستر أصلا. ويظهر الآن من بعض الدعاة الجدد من يدعو إلى التخفف من هذه الأشياء ويفتي به ويتتبع شواذ الكلام وشواذ الفتاوى وشواذ الأفكار. نسأل الله تعالى الصيانة والسلامة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. إذا كان ثوبك ضيقا فاجعله إزارا، الإزار ما يغطي أسفل البدن، وإن كان واسعا فالتحف به، يعني تغطى به في جسمك كله. ويخالف بين طرفيه، يعني يجعل أسفله من هنا على كتفه من هنا، وأسفله من هنا على كتفه من هنا، حتى يكون أستر لعورته. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلي، هذه لا نافية، لذلك لم تجزم الفعل بعدها، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يصلي في ثوب وكتفه مكشوفة. فذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين حديث أبي هريرة وبين حديث جابر على أن حديث جابر هو في حال يعني الضيق، إن كان ثوبك ضيقا فاتزر به،
فيكفيك. وحديث أبي هريرة في حال السعة. وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجدون من المال ما يتوسعون به في الثياب. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عنده ثوب واحد، فإذا أراد أن يخرج لبسه، وجلست امرأته في البيت لا ثياب عليها، وإذا أرادت امرأته أن تخرج لبست الثوب وجلس هو في البيت لا ثياب عليه. هكذا كان حال القلة. فمن كان على هذه الحال لا يجد ثوبا يغطي كل بدنه. يعني نحن الآن في هذا العصر، في هذا الزمان، رغم كل المصائب والمحن والفتن، لم يصل الفقر إلى أن إنسانا يجد ما يغطي نصف بدنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجتمعهم كان يوجد من لا يملك إلا إزارا. فحديث أبي هريرة إذن في حال السعة. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى ظاهر حديث أبي هريرة فقال في الفرض، في فرض الصلاة يشترط أن يكون على عاتقه منه شيء، يعني لا يجزئ عنده مجرد الإزار. ثم انتقل بعد ذلك إلى شرط آخر من شروط الصلاة، وهو ما يتعلق بالقبلة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة. يعني القبلة تعرف بالنجوم أو تعرف بتضاريس الأرض. التضاريس جغرافيا، يعني أنت تعلم هذا الجبل في جهة القبلة، هذا البحر في جهة الشرق، هذا كذا. ففي حال الظلام لم يتبين شيء، فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. فهنا هناك صور لإشكال القبلة. الصورة الأولى: رجل صلى دون أن يتحرى القبلة، يعني لم يفكر القبلة من هنا أم من هنا، هنا المشرق أم هنا المغرب، لم يفعل ذلك أبدا، اختار مكانا، الله أكبر، وصلى. فظهر بعد صلاته أن هذه الجهة هي القبلة. هذا كرامة أم ماذا؟ الإمام مالك رحمه الله يقول صلاته باطلة لأنه لم يقم بالتحري. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا صلاته صحيحة لحصول استقبال القبلة ويكفيه ذلك. إذن الصورة الأولى: اشتبهت القبلة ولم يتحر فأصاب القبلة. جمهور العلماء على صحة صلاته. الصورة الثانية: أن لا يتحرى القبلة ثم تبين له الخطأ، لم يتحرى القبلة ثم تبين له أنه صلى هكذا إلى هناك، فهذا يعيد الصلاة اتفاقا. إذا ظهرت له القبلة يعيد الصلاة. الصورة الثالثة: أن يتحرى، مع تحريه اتضح له أن القبلة بخلاف ما صلى، تبين له الخطأ، فعند الجمهور لا إعادة عليه لأنه اجتهد. عند الشافعي رحمه الله تعالى قالوا تجب الإعادة. والحديث هذا حديث الباب قالوا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. الصورة الرابعة: تحرى
وتبين له الخطأ وهو في داخل الصلاة. فعند المالكية، عند الحنفية والحنابلة يستدير كما هو، يعني هو يصلي ثم ظهر له في الصلاة أن القبلة من هنا فيتوجه إلى هنا. عند الشافعية والمالكية بطلت صلاته في الحال ويستأنف الصلاة إلى القبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا لمن كان على سمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل بلاد الشام وتركيا، هذا الحديث على ظاهره. من كان في اليمن أيضا الحديث على ظاهره لكن بالعكس. من كان في مصر وإفريقيا ما بين الجنوب والشمال قبلة. من كان مثلا في المشرق في السند وفي الهند أيضا بعكسهم ما بين الجنوب والشمال. الحمد لله أن سمتنا على سمت بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا هذا لغير من يرى الكعبة، من يرى الكعبة لا بد له من استقبال عينها، لا يكفي ما بين المشرق والمغرب قبلة لأنه يرى الكعبة. أما من كان بعيدا عن الكعبة فقال الحنفية أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا كان سمت الكعبة في هذه الجهة، لو كان المصلي منحرفا درجة أو درجتين من هنا أو من هنا فهو في عموم الجهة فصلاته صحيحة. عند الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من عين الكعبة. طبعا تقول: كيف نرى عين الكعبة؟ يعني بغلبة الظن، بغلبة الظن أن تكون تصل إلى عين الكعبة. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى سعة للأمة، فلذلك إذا تغيرت القبلة قليلا الأمر واسع طالما أنه في السمت نفسه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. راحلته يعني على دابته، على مركوبه. وهذا في النافلة في السفر مقيد بأمرين: في النافلة وفي السفر، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. فحتى لا ينقطع المسافر من التنفل كان صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته حيثما سارت به. لكن الشافعي رحمه الله ضيق الأمر قليلا، قال: ينبغي أن يستفتح الصلاة مستقبل القبلة، ينبغي. فإن لم يتيسر له أجزأته صلاته. لذا استدل بهذا الحديث ولأبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. فهذا الأمر على الاستحباب. والسيارة في ذلك مثل الناقة أو مثل الدابة، مثل المركوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا مسجد، يعني تصح الصلاة بها، يصح يعني الصلاة بها، إلا المقبرة والحمامة. رواه الترمذي وله علة.
والحديث الآخر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. هذه الأشياء فهم جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم أن النهي عن الصلاة فيها للعلة التي تكون مقارنة لها، يعني هذه الأماكن لا تنفك عن نجاسات، لا تنفك عن أشياء لا تحسن الصلاة معها، فنهي عن الصلاة فيها، لا أن هذه الأماكن لا تصح الصلاة بها لذاتها. التحريم ليس ذاتيا، التحريم لما يكون في تلك الأماكن. فمثلا المقبرة يكون فيها صديد الموتى، يعني فيها نجاسات، الحمام فيه نجاسات وفيه كشف عورات، الحمام معروف حمام، نعم، والمزبلة مكان ما يرمي الناس أوساخهم، والمجزرة مكان ما يذبح الناس أنعامهم، والمقبرة يدفنون موتاهم، كلها هذه لا تنفك عن نجاسات، وقارعة الطريق لأنه ليس من حقه، هذا حق المارة، حق الناس، والحمام فيه نجاسات وفيه أيضا كشف عورات، ومعاطن الإبل الأمكنة التي تبيت الإبل فيها فيها نجاسات وفيها أيضا نفرة الإبل، إذا قام الجمل فإنه يعني يفزع من عنده. وفوق ظهر بيت الله تعالى لما في ذلك من قلة الأدب أو من عدم استقبال شيء من البيت، يعني لابد، وإن كان الإنسان في الكعبة، من كان في داخل الكعبة إذا صلى يصلي إلى أي جهة يريد، لكن يذكر العلماء أنه إذا صلى إلى الباب والباب مفتوح لا تصح صلاته لأنه لم يستقبل شيئا، فمن صلى على السطح لم يستقبل شيئا من الكعبة، والله تعالى أعلم. فكما قلنا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن النهي لما يعرض في تلك الأماكن من الأشياء التي لا تنبغي الصلاة معها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض المواطن هذه حكم بعدم صحة الصلاة، الجمهور على الكراهة، الإمام أحمد على عدم الصحة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا النهي عن الصلاة إلى القبر سدا لذريعة تعظيم غير الله، فقد يتوهم الإنسان أن الصلاة في هذا المكان أفضل من صلاة في مكان آخر، فيتسلسل به الأمر إلى أن يقع في المحظور شرعا ويقع في مشكلة عقدية، وهو استقبال صاحب القبر بالصلاة، فهذا نهي عن الأمر من أوله: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الجلوس عليها فهمه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه الجلوس على القبر، يعني القعود على القبر، فهم الإمام مالك منه معنى مجازيا وهو قضاء الحاجة على القبور، يعني كلمة الجلوس جعلها قضاء الحاجة. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى ف
في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا موضوعان، موضوع طهارة النعل وموضوع آخر وهو الصلاة بالنعال. أما طهارة النعل فالحنفية عندهم يطهر النعل بالدلك إن كانت النجاسة جافة أو رطبة، إن كانت سائلة لا بد من غسله. عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تطهير إلا بالماء، فإذا أصيب النعل بشيء من النجاسات فلا بد من تطهيره من غسله، لذلك يتفرع على ذلك صحة الصلاة. فمن قال إن النعل يطهر بالدلك فالطريق يطهر بعضه بعضا، إذا مشى فهذا الدلك يذهب بالنجاسة فتصح الصلاة به. وأما على قول أنه لا بد من غسله فلا يجزئه حتى يغسله غسلا، وهذا يعني أشق من الأول. أما الصلاة في النعال والخفاف والأحذية فجائزة إن كانت طاهرة، وأيضا إن كان جلد النعل أو جلد الحذاء ملاصقا للأصابع. النعل يعني تليك، فأنت إذا تلبس تليك وسجدت سجودك أين يكون؟ بأصابعك. أما إذا كنت تلبس حذاء فالسجود على جلد الحذاء. إذا كان جلد الحذاء ملاصقا للأصابع فتصح الصلاة بذلك. إذا كان جلد الحذاء بعيدا عن الأصابع، هذا جلد الحذاء وهذه الأصابع، لم يتحقق منك السجود فلا تصح الصلاة. فهناك أنواع من الأحذية تكون يعني لها زاوية بعيدة عن الأصابع، مثل هذه لا تجزئ الصلاة فيها. وأما التي تكون ملاصقة هكذا بحيث إذا سجد يقع ثقل أصابعه على الأرض فهذا تصح الصلاة به، والله تعالى أعلم. نعم، من المخالف؟ نعم، يعني لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على أربعة أعظم، عفوا على سبعة أعظم، فبهذه الحالة لا يتحقق السجود. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ماذا عندكم؟ نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا أيضا راجع إلى ما قاله الحنفية. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذن تحريم الكلام في الصلاة، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث هنا مختصر له قصة، وهو أن رجلا وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه يذكر أنهم كانوا في الصلاة فعطس رجل فشمته آخر قال له يرحمكم الله،
قال فرماه القوم بأبصارهم، صار الناس ينظرون إليه كيف تتكلم في الصلاة. فقال واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ هذا في الصلاة أيضا، يقول لما تنظرون إلي وهم في داخل الصلاة. فصاروا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني ينبهونه أسكت، فهو لما رأى شدة الأمر سكت. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي يكونان فداء له، ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني أتى بي ما ضربني ولا كهرني، كهرني يعني زجرني. ما تعرف أن الكلام في الصلاة حرام؟ مثلا بعض كبار السن يأتي إلى الشجك، شجك اخرج بعيدا، هذا الشجك لن يدخل المسجد مرة أخرى، لأنه يدخل في ذهنه أنه في المسجد سيأتي أحد يطرده، يقول له بتي يصرفه بعيدا. فهذا الرجل ما نهره صلى الله عليه وسلم ولا كهره ولا ضربه، إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أنت الكلام الذي تكلمته في صلاتك من كلام الناس لا يصلح، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، انتهى. فتعلم الرجل هذا الحكم ونقله معاوية بن الحكم إلينا رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا خرج كلام من ناس أو من جاهل أو من ساه ما حكمه؟ شدد الحنفية في الأمر وتساهل فيه آخرون، فقالوا إن كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فالأمر واسع. والشافعية توسعوا أكثر فقالوا إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فيجوز له أن يتكلم ست كلمات، لحديث ذي اليدين سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقال الناس أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ثم قال أحقا ما قال ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فكبر وأتم صلاته ثم سجد بهم سجدتين. فقالوا حصلت هذه المكالمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، إذن الكلام لمصلحة الصلاة ما لم يكثر يتجاوز ست كلمات يكون جائزا. أخذ الحنفية من هذا الحديث أيضا أن الدعاء بما يشبه كلام الناس لا يصح في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلا يتوسع الإنسان في الدعاء ما لم يكن مأثورا. عند الشافعي رحمه الله تعالى يدعو الإنسان بما شاء وبما أحب من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، ولو يسمي أشخاصا بأسمائهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نتم الباب إن شاء الله في الدرس القادم.